اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاةً مقبولةً لديك، مرضيةً لديه، واشفنا اللهم بها من كل داء، وأغننا اللهم بها عن كل دواء، وحصِّنا اللهم بها من كل بلاء، صلاةً تفتح لنا بها أبواب الخير والرزق والرحمة، وتغلق بها عنا أبواب الشر والفقر والفتنة، وعلى آله، اللهم ارزقنا وأولادنا أولادنا زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا وأولادنا عفوا يكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ونظرة إلى وجهك الكريم ترضينا. اكشف عنا وعن أولادنا كل شكوى، ادفع عنا وعن أولادنا كل بلوى، حقق لنا ولأولادنا كل تقوى ونجوى، اجعل لنا ولأولادنا جنة الفردوس مأوى. اللهم اكشف عنا كل هم، فرج عنا كل كرب، اكشف عنا كل غم، نفس عنا كل هم. اللهم اخرجنا من كل ضيق، اللهم اخرجنا من كل شدة، اللهم اخرجنا من كل كرب، كما اخرجت يونس من بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا مسهل الشديد، يا ملين الحديد، يا منجز الوعيد، يا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صب علينا وعلى أولادنا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا ولا عيشهم كدا كدا، حقق آمالنا، استجب دعاءنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، اللهم آمين.